معانا اول ظهور لعم رمضان صاحب عقار شبرا. عقار شبرا اللي تم انهياره امس وكان مشهد بشع على احد المتواجدين فيه. عم رمضان النهاردة بيقول لنا ان في يعني مستجدات اخرى ان الواقع حصلت بفعل فاعل. عم رمضان هيقول لنا ايه ابرز التفاصيل عن الواقع. اهلا بحضرتك عم رمضان. اهلا وسهلا بحضرتك. شرفتني. شرفت. هو حضرتك احنا فوجئنا طبعا البيت وقع مره واحده لان الكلام كان غير كده خالص. ان احنا البيت امان ومفيش اي مشاكل. وابو الحي جم طمنونا البيت حلو وشافوا السلم من جوه وشافوا الدنيا. بس هنحط ايه؟ العمدان دي. الكلام ده من ايه؟ الكلام ده من حوالي يعني بعد رمضان كده. بعد رمضان. واخد بال حضرتك؟ فلما ابتدى ان هم يهدوا بعد ما حطوا العمدان دي ابتدى البيت ايه؟ يفتح سنه. انا واقفين انا واولاد عمي اللي هو سمير وحسام بنأمن على البيت دايما كل هو يوم. انت البيت ده ورثه يعني شركه؟ هو احنا ورثه. يعني هو بتاع الجد. البيت بتاع الجد واحنا ورثه. ابهاتنا توفت فاحنا اللي فاضيين. فاهمني ازاي؟ طبعا اللي حصل ان احنا فوجئنا بعد ما جم شالوا الدور الرابع ودخلوا على الثالث قاموا داخلين بالاوضه. اول ما شالوا بقى التراب والكسر قامت الدنيا قامت فاتحه وكانوا لسه سايبين لنا جنب سليم. سؤال بس معلش. ما انا هقول لك على المستجد. اتفضل. دي حاجه مستجده الناس شافتها امبارح. احنا محدش اتكلم عليها بس الناس قالوها النهارده ان الكهرباء عنده انفجرت قبل ما البيت ما يقع. في جزء من الكهرباء تحت منه العداد بتاع الميه. لما جه بيقول لي السلك ده يخصك في حاجه قلت له لا انا السلك ده ما يخصنيش في حاجه انا سلك الناحيه الثانيه ناحيه شارع التاج انا مش ناحيه شارع الباشا. تمام. ففوجئنا ان امبارح ناس قالت لنا النهارده الصبح او الظهر كده قالوا لنا ايه يا جماعه ده في ضرب قبل ما الحاجه دي قبل ما البيت ما يقع في ضرب. قال ايه اعملوا بس قبل ما نخلص التسجيل. ماشي اتفضل بحضرتك. يعني قصدك ان هو انت اللي انت بتقول ان هو فعل فاعل ده يقرب لك ايه؟ ما هو الفعل فاعل ده انا ما يقربليش ده اللي ورايا مني ده الساكن اللي ورايا. الساكن اللي وراك. اللي هو هد هو بيهد ورا البيت ورا بيتي. واخد بالك؟ بس هو لو هد وانا وقعت جنب منه لما هيجي يطلع بدل ما هيطلع اربعه وانا واقف هيطلع كام؟ 11 وارض بالمثل زي العماره اللي جنبه. طب هو هد من وراك وانتم متواجدين في البيت واحنا متواجدين. مفيش اي انذار ان مثلا البيت ده ممكن يقع. مفيش اي حاجه. يعني جارك هو السبب. ما هو السبب لان ده ظهر بعد ما انت شلت الحيطه اللي كانت سنداني من ظهري. الكلام ده حصل فروقات وقت قد ايه يعني؟ كل الموضوع ما كملش خمس ايام ست ايام. خمس ايام ست ايام ما كملش. كانت الحيطه سنده الحيطه بمعنى صح. هو شالها. هو شالها. انت قصدك ان هو كان قاصد يشيلها عشان البيت يقع؟ انت هتشيلها ليه؟ ما تسيبني مسنود زي اللي جه. البيت اللي جنبي، البيت اللي جنب مني هلكان اكتر مني. فعلا. انا شفته مسنود بخشب. واخد بالك؟ هو هلكان وسكانه سايبينه بقالهم اكتر من 20 سنه. وهو على الوضع ده من 20 سنه. يعني انت سبت لهم الجنب بتاعهم زي ما هو سليم، ما تسيب لي الجنب بتاعي لحد ما نشوف الوضع هيبقى شكله ايه. ارمم بيتي الم حالي انت تعمله لي لان انت اللي بتاذيني. هنشوف ايه مهندس ونشوف الدنيا. لكن ولا في مهندس ولا في حد. هو مين اللي توفى؟ اللي توفى مين؟ اللي توفى اولاد سمير ابن عمي. بنتين ندى ونادين. هنا في نفس البيت. دول كانوا في نفس. هم دول اللي كانوا متواجدين وانتوا مش متواجدين. دول اللي كانوا متواجدين هم والبنت كيان وامهم اللي هي يعني بنتين وامهم. هم دول بنتين وامهم. لا بنتين والبنت الصغيره بنت اختهم الاثنين.